مع الأسف الأمم المتحدة لم يسجل لها في تاريخها إلا الخراب والدمار. يعني إحنا عضتنا برناردينو ليون شفت سبب التشظي هذا هو اللي كان وراه، زاداتها كوبنر وبعدين غسان سلامة. هؤلاء عبارة عن ذيول وعملاء لدول أخرى فقط، يأخذوا في رشاوي من أجل تخريب الاقتصاد الليبي. إذن دورها لن يكون إيجابيا. لن يكون على الإطلاق، لم ولن. أشكر.